خلال زيارته لمنطقة انشاذاتية الحكم لقومية خوي بشمال غربي الصين، أكد الرئيس الصيني شي جي بين على ضرورة التخلص من الفقر وحماية البيئة، كما شدد على بذل الجهود لتأمين معيشة الناس وضمان استمرارية التوظيف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. وخلال زيارة له لورشة عمل محلية، شجع شي جي بين السكان المحليين على محاولة العثور على وظائف بالقرب من منازلهم، قائلا إن ذلك سيساعد القرويين على تقليل التكاليف ورعاية أسرهم وتعزيز التنمية المحلية. كما أكد الرئيس شي على أهمية حماية البيئة، ودعا المنطقة إلى الاهتمام بالنهر الأصفر الذي وصفه بالنهر الأم للصين. وذكر الشي خلال زيارته لمزرعة للعنب بالقرب من جبال خيلان أن الجبال تشكل درعا مهما للأمن الإيكولوجي في مناطق شمال غربي الصين، وطالب بتطبيق تدابير حازمة لتعزيز النظام الإيكولوجي للجبال. كما دعا الرئيس الصيني إلى اتخاذ السياسات اللازمة لتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وكذلك تشجيع الابتكار. نينشيا هي واحدة من المناطق الخمسة ذاتية الحكم في الصين، والتي تضم أكبر عدد من أبناء قومية خوي. وقد شدد الرئيس شي على دعم التضامن والتقدم بين القوميات، ودعا أيضا إلى بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.